نروح لكارتلون اللي رفض خوض نادي الزمالك اي وديات في معسكر برج العرب. زي ما احنا عارفين نادي الزمالك هيعمل معسكر في برج العرب. طلع طبعا المدير الفني الفرنسي باتريس كارتلون المدير الفني نادي الزمالك وقال انا مش عايز اي مباراه وديه في المعسكر المغلق الخاص بالفريق الابيض المقرر اقامته في مدينه برج العرب، وبيهتم خلاله برفع المعدلات البدنيه من خلال التدريبات اليوميه. خليني برضو يعني بما ان هو اعلن وبما ان هو خلاص بقى منشور وموجود، مصطفى فتحي نتمنى له الشفاء العاجل في ظل اعلانه ان هو يحمل كوفيد 19 او فيروس كورونا، وتم خلاص هيتم العزل وهتمشي الامور زي ما احنا شايفين بالمعسكر الموجود لنادي الزمالك. هيكون على فترتين، واحده طبعا فتره واحده بصوره مختلفه وفقا للوحدات التدريبيه اللي هيقوم بيها بوضعها خلال الساعات الجاريه طبعا باتريس كارتلون عشان هو معوش معد بدني. حدد الجهاز الابيض احد ايام الخميس والجمعه بشكل مبدئي كموعد لانطلاق المعسكر اللي طبعا هيستمر لمده 14 يوم. من المقرر ان يدخل الزمالك في المعسكر ده نهايه الاسبوع الجاري بسبب الانتصار خضوع اللاعبين للمسحه الثانيه. دي نقطه مهمه جدا ان نعرف نتيجه المسحه الثانيه عشان يبقى كل اللعيبه الموجوده في المعسكر بامان ويطمئن الجهاز الفني ومجلس اداره نادي الزمالك اكيد على اللاعبين. ان شاء الله ولا قدر الله تكون في حاله ثانيه مما تعديش حد في هذا المعسكر. طبعا هيخضع طبعا الفريق كله بعد غدا الثلاثاء لهذه المسحه استعدادا طبعا حاله الفريق ومصاب الفيروس الكورونا لو قدر الله طلع فيه حاله هيتم عزلها، وده نقطه كانت مهمه جدا.